مهرجان الاعمال هايل، وشايفين انشطه كتيره شغاله حوالينا، من الناس اللي نازله في الباراسيلينج، نازله بالباراشوتات، للحاجات اللي على البحر، لكل الانشطه التانيه. فهو لا شك ان هو الاحتفال عامه جميل، وكون ان احنا بنسابق في وسط الجو العام ده، احنا كمسابقين بننبسط، وفي نفس الوقت كل الجمهور واللي بيشتركوا في الحاجات التانيه بيشجعونا بيفرحونا.